الموضوع ديال النفوذية كتقولي لي بأنه الناس ديال الأمن الخاص كيدخلوا بعض الأحيان في اختصاصات الإدارات اللي كيكونوا ما تيشتغلوا فيها ياك. نعم كيمنعوا حتى بعض المرضى الولوج للمستشفيات. يعني تتكلمي على المستشفيات. نعم التدخلات ديال المستمعين. هذا السبب ديالو شنو هو؟ هو قلة الموارد في المستشفيات. المستشفى تتلقى هذاك اللي كيدير الأمن الخاص في الباب تيقوم حتى بالدور ديال الكاتبة، حتى الدور ديال العون في الإدارة، وعاد الدور ديال الأمن ديالو. وطبعا ما يمكنلوش يقوم بهذه الأدوار كلها، أكيد دور من الأدوار غادي يعاني يعني، وغالبا هذاك ديال الأمن لأن كيصبح حتى هو موظف، حتى هو كيشتغل لا 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 غادي تجي عنده مع الجوج، لا غادي تمشي دابا مع الجوج، دابا راه ما كيستقبلوش، لا لا غادي تجي مع الجوج، وغادي تجيبي معاك البطاقة الوطنية، وتجيبي معاك الشهادة الطبية ديال الطبيب المعالج، وتجيبي معاك الشهادة التحمل ديال شركة التأمين. هو تيفهم كل شيء وتيعرف الوثائق كل شيء. طبعا هذا الشيء هذا تيمكن له يعرضوا المسائلة الجنائية إلى كان تكييف ديال السلوك ديالو جنائي، إذا مشى حتى عنف شي واحد، إذا مشى حتى كذب على شي واحد، إذا مشى دار شي تصريح يعني كاذب، إذا مشى حتى قال شي حاجة اللي يمكن تحور وتغير وتصبح تكييف ديالها القانوني يرجع نصب، فهمتي؟ هو يمكن بحسنية إذن تيخصو يرد باله، كاين مسائلة جنائية. وطبعا ما نساوش بأن ملي كيكون المستشفيات تيعطيو هاد الدور هذا لهاد الناس ديال الأمن الخاص، راه تيبقى عاوتاني المسؤولية المدنية ديال الإدارة ديال المستشفى في حالة وقوع أي ضرر للمرتفقين، يعني المواطنين اللي كيحتاجوا الخدمة ديال هاد المستشفى. إلا وقع له شي ضرر بسبب معلومة اللي ما تعطاتش مناسبة، ولا كان هناك تأخير، ولا كان عندنا تدبير سيء للزمن أو للمصالح وتسبب فيها هذا الرجل الامن الخاص، راه يمكن تكون المساءله من ناحيه المسؤوليه المدنيه ديال المستشفى اللي هي المؤسسه العموميه اللي جا داك المرتفق باش ياخذ الخدمه ديالو. فلهذا تيخص داك السيد ديال الامن الخاص يعرف بانه عنده حدود، هو موجود تما باش يقوم بالواجب ديالو اللي هو الامن والحراسه، ويمكن يزيد شي حاجه اخرى ديالها منين ندخلوا وهامنين تخرجوا، ولكن ما يدخلش في الوثائق داكشي ماشي اختصاصه، باش ما يتحملش هو مسؤوليه اللي كتعدى الاختصاص ديالو، ويحمل المسؤوليه حتى داك المستشفى. يعني المسؤول ديال المستشفى خصو يكون واعي بان راه تعرض نفسه ايضا للمساءله الا مشى حتى داك الامن الخاص، رجل الامن الخاص ولا السيده ديال الامن الخاص دخلت في شي حاجه اللي كتعدى الاختصاصات ديالها.